Merhaba. Ya tenso tus poco bolcana. Ya tenso tu like kbir. Sofo zodiap. Ya naso tu zodiap sofo. Ya tenso tek tu palik. اليوم رجعنا لكم من جديد. احنا عمل كيكي سفنجي. رح نحكي المقادير: 1 كوب سكر و3 بيضات، نص كوب زيت نباتي، 1.5 كوب لبن روب، 2.5 كوب دقيق، بيكنج بودر، بيكربونات الصوديوم، شوية ملح، وآخر شي فانيلا. رح نبدأ بالتحضير. رح نبدأ بالفوائد. أول شي بيض. نحط فانيلا. نخلط البيض مع الفانيلا. بعدين الزيت. بعدين اللبن روب. نحرك الفوائد. رح نضيف السكر. نكمل تحريك. إذا دور المواد الجافة. بعديها نحط الملح. رح نضيف المكونات الجافة على الفائدة. حرك المكونات الفائدة مع الجافة. ندهن الزبدة. هاي نتيجة نهائية. وهلأ رح نحط المكونات.
اشتركوا بالقناة لا يوصلكم كل جديد.